المينيوما، لعبة خطرة للإمبراطور في منطقة الجزاء لا زالت، وحكم المباراة يشير إلى وجود ضربة جزاء للوصل، ضربة جزاء للوصل في الدقيقة الثانية. الموسم الماضي في مرمى الظفرة والموسم قبل الماضي في مرمى الظفرة يواصل هوايته ويسجل في مرمى فارس الظفرة ويعادل النتيجة. التركيز، كايو ينطلق، كايو يصوب، أوهو، هذه كرة ما في أحد. والمتبقي 30 دقيقة وعندنا محاولة ظفراوية خطرة، خطرة، اسهل اسهل، كان متسلل اللي سجل الهدف الأول للظفرة، كانت كبيرة. وعندنا مرور ممتاز من جانب هزاع، خطرة خطرة خطرة، خطرة. الله، يوسف أحمد براسه، لا زالت الكرة ولا زالت الخطرة، خطرة، هذه هذه خطرة، هذه خطرة. أحمد علي، أحمد علي، أحمد علي، حطها، ميران صديقة تهدي الأفراح للظفراوية. الله يا الظفراوي، يتقدم بهدف ثاني، هدية. كايو، كايو، القدم التي يرسل من الله، السناني، 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 على هالتصدي، على هالإبعاد. والوصلاوي يقاتل من أجل اللحظة الأخيرة، أوه، أخلصت، أخلصت، وخزائن الظفرة فتحت هذا المساء للنقاط الثلاث. عزيزي المشاهد والمتابع، أخيرا الظفراوي أتى بالنقاط الأولى له في الجولة الخامسة، أخيرا الظفراوي ابتسم،